السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ لاباس عليكم. معكم قناه الكترو الزايدي زكريا، اللي كتحاول ان الشعر ديالها تقدم لكم جديد، سواء ساهل او واعر كنتي عارفه او لا كنتي عارفه، واحد اخر ما عارفوش. المهم ان شاء الله الاخوان، ان شاء الله اليوم جيت نتكلم لكم على بالنسبه للناس اللي كتسول على السويتش او لا ما عارفاش الطريقه كيفاش تخدم به، او لا مثلا عندك فيبر اوبتيك او لا عندك سميتو عندك كونيكسيون في الدار بشكل عام، سواء فيبر او لا عادي ادسل، وبغيتي تفرق انت وجارك او لا كنتو مشتركين فيه ولا هذا، يعني ما عارفش كيفاش الطريقه. اليوم ان شاء الله جيت نتكلم لكم على الطريقه كيفاش تخدموا ان شاء الله، وشنو هو الحوايج اللي كتحتاجوا. يعني الطريقه سهله الاخوان، شنو هو كتحتاج؟ كتحتاج بوان داكسي، يعني عندك بوان داكسي او لا عندك او لا السويتش هو هذا كما تشوفوا، هذا هو السويتش. شنو هو الدور ديالو الاخوان؟ هو انك يدخل لك واحد وكيخرج لك مثلا ربعه او لا سبعه او لا او لا او هذا مثلا كما كتشوفوا، هذا السويتش يعني ديال مكتوبه فيه هنايا 5 بور، يعني 5 بور يعني جيجا بايت. شنو هي كتعني؟ هو انه فيبر اوبتيك، يعني فيبر اوبتيك يعني كيخدم مثلا من يعني حصلت 1000 ميجا، المهم على حساب يعني جيجا بايت، يعني غنوريكم يعني فين كتكون مكتوبه، يعني جيجا بايت هذا هو جيجا بايت. يعني مثلا جيجا بايت شنو هو؟ يعني فيبر اوبتيك يعني كتكون فايته 100 ميجا 200 300 400 1000، واخا ربما 1000 ربما قليل شويه عندنا هنا، غنعطيكم مثال. يعني كتدخلي مثلا اونتري وحده وكيخرج لك ربعه، مثلا كان مثلا خمسه كيدخل لك واحد وغيخرج لك ربعه، ديما داك الواحد كتنقصو يعني هو اونتري مثلا، هذه من جهه يعني جيجا بايت. وكاين اخوان ثاني يعني كيكون عادي مثلا هو هذا بحال دابا هذا، حتى هو فيه خمسه او خمسه بور كما كتشوفوا، هاد خمسه بور ولكن الادي سير يعني قل من 100 ميجا كما تشوف هايا، يعني الجهه ديالو يعني في اقل يعني الاكثر ديالو هو 100 ميجا، بالعكس ديال هذا اللي كيفوت 1000 ميجا تقريبا، هذا هو ما نقصد به. يعني هذا تا هو 5 بور وهذا 5 بور، غير هذا ادي سير وهذا سميتو فيبر اوبتيك، هذا هو من جهه. وكاين مثلا ديال 8، ها هو 8 ولكن ادي سير تا هو شتي، ها هو 8 بور ولكن الجهد ديالو حتى 100 ميجا شتي كما تشوفوا، يعني تا هو ادي سير، يعني هذاك الاولاني كيخرج غير ربعه، يدخل واحد وكيخرج ربعه الناس مثلا ربعه الجيران او خوك او الكتي في الدار ولا هذا، هذا في 8 يعني غدخل لي واحد غيبقاو سبعه السورتيات غيخرج، يعني غيدخل لك واحد وغيخرج لك سبعه ديال السورتيات. هو بغيت نقصد لكم الاخوان، فهموا ولا اش كنقول لكم؟ اللي ما فهمش شي حاجه ولا شي حاجه ممكن نخلي لي كومونتير او لا هذا نشرح ليه، هذا من جهه. كما قلت لكم مثلا هذا ديال 8 يعني ادي سيل ما مكتوبش فيه جيجا بايت، كما قلت لكم هذا ديال 5 يدخل واحد كيخرج لك ربعه، يعني هذا عادي يعني لو وصل 100 ميجا يعني الجهه ديالو 100 ميجا يعني ادي سيل. وكاين هذا 5 بورت يعني غيخرج لك ربعه، يدخل واحد وغيخرج ربعه يعني جيجا بايت، يعني فيبر اوبتيك، الفرق بين جيجا بايت وبين العادي. وكاين الاخوان ثاني كما تشوفوا هذا حتى هو كما تشوفوا جيجا بايت، واخا ما مكتوبهش فيه ولكن هنا غتعرف بانه ها هو 5 بور، غيدخل لك اسيدي كاين اللي كتكون مكتوبه فيه كاين اللي ما كتكونش مكتوبه فيه، بحال دابا هذا الاخوان ها هو مكتوبه فيه 5 بور جيجا بايت يعني ادي سي، وكاين اللي ما مكتوبهش فيه ما مكتوبش فيه بحال هذا حتى هو ما كاتبينش فيه جيجا بايت، يعني كما تشوفوا هو 5 بور ولكن من 10 ل 100 حتى ل 1000 ميجا بايت كما تشوفوا، يعني هذاك يعني انه ديال فيبر اوبتيك، رغم انه ما كاتبينش فيه ولكن تشوفوا 1000 وفوق يعني راه عارفوا انه ديال فيبر اوبتيك. هذه من جهه، والاسامي راه كتختلف سميتو الانواع والماركة داكشي كتختلف. وكما تشوفوا ثاني هذا ديال 5 وكاين هذا ديال 8 تا هو كما تشوفوا ما مكتوبوش فيه السميه، ما مكتوبوش فيه جيجا بايت باش تعرفوا ان فيبر اوبتيك، ولكن راه من هنا كيبين لك هي 10 ل 100 حتى ل 1000 ميجا بايت، يعني كيعني انه راه ديال فيبر اوبتيك. فهمتونا الاخوان؟ هادشي اللي بغيت نقصد لكم الناس اللي ما عارفينش هادشي اللي كاين، يعني بحال دابا ديال 8 ديال فيبر اوبتيك. وكاين هذا ثاني كذلك ومثال تا هو تقريبا بحالو، غير تا هو تيبي لانك، هذا عنده اسم اخر تا هو ميركوزي 6
وكاين هذا تي بي لانك يعني اللي معروف بزاف حتى هو، ها هو مكتوبه فيه 8 جيجا، هاي 8 بور جيجا بايت يعني ديال فيبر اوبتيك، فهمتونا الاخوان؟ هادشي اللي كاين. دابا ملي عرفتوا كيفاش الطريقه والفرق بين جيجا بايت والفرق بين سميتو فين دي اس ال عادي، يعني واحد النقطه اللي بغيت نقول لكم الاخوان، بحال دابا دي اس ال ديال العادي السويتش ديال العادي ما يخدمش لكم فيبر اوبتيك، باش تكون واضحه راه ما غاديش يخدم لكم، يعني غتكون ديما محدوده المسائل، وديال فيبر اوبتيك ما غاديش يخدم لكم الاي دي سي مزيان، يعني الناس خرجوا فيبر اوبتيك بوحدو وديال الاي دي سي بوحدو. هذه النقطه بغيت نشرح عليكم الطريقه الاخوان سهله. انت كنتي توجارك او لا في الدرب او لا او لا مدخلين فيبر اوبتيك، يعني ما قديتيش يعني مازال كيخلص 500 درهم فيبر اوبتيك او لا 250 مثلا ديال انوي او لا ديال مثلا ديال القهوه مثلا كيخلصوا مثلا 500 درهم. الطريقه اخويا العزيز ساهله، بغيتي تشارك تا وجارك تا وخوتك تا وهذه الطريقه ساهله، غدير السويتش. السويتش كيدخل كما قلت لكم مثلا بحال ديال 5 بور، يعني عندك فيبر اوبتيك غيدخل لك اسيدي واحد وتعطي ربعة الناس عادي، يعني غيدخل صورتي وحده وانت غتاخذ والاخر غياخذ، يعني غناخذ ربعة الناس. كنت اسيدي ديال 8 الناس ساهله، يعني غتاخذ ديال 8 الناس، ها هو ديال 8 الناس، فهمتيني ولا؟ ديال 8 الناس هو هذا في الجيجا بايت ولا في لا دي سي، هذا هو ما نقصد لكم 8 الناس، يعني الكونيكسيون سيدي اللي كاينه غنقسموها حنا وياكم، يعني خاد هذا داكشي اللي غيجي في هذا غيجي في هذا غيجي في هذا، هذا هو اللي نقصد لك. انت سيدي بغيتي تاخذ مثلا خيط مثلا عندي انا في بروبتيك، غندير فيه ندير فيه سميتو مثلا جي من الروتور عندي اللي كيعطي اتصالات ولا كتعطي انوي ولا كتعطي اورانج او هذا غادي ناخذ منه كابل غندخله هنا، فهمتوني ياك؟ ناخذ منه كابل هنا وديك الساعه غيفرق غيعطي الناس، فهمتوني الاخوان اش بغنقول لكم؟ كاين اللي غيقول لي ولا وصاحبي راه غير راه غير سميتو الروتور عندنا فيه مثلا 8 او 4، اي عندك 8 و 4 ولكن اسيدي راه ما غاديش نخرجوا حنا 8 الخيوطه ونفرقوا داكشي ديال الاتصالات، لا غنخرج غير واحد خيط واحد وغنجيبها حتى لوسط الدروج مثلا اولا نجيبها حتى لتحت حتى نقرب الناس، غنجيب خيط مثلا واحد غنهبطو حتى لعند الناس لتحت، فهمتوني الاخوان؟ غنجيبو حتى الناس لتحت، ديك الساعه غتجي عمليه سهله، الخيوطه غيجيو يعني تفرقوا عادي قراب بعضياتهم، فهمتوني الاخوان؟ كاين اللي غيقول لك لا وراه راه كاين غير روتور عندنا حنا، علاش غنديرو هذا ناخذو غير ولكن لا فلان الا كنتي تا هنايا والناس مثلا بعاد شويه عليك وعاد مجموعين كي غنديرو لا، فهمتيني؟ غنديرو كل واحد ندير الخيط ديالو ما يمكنش، يعني غدير هاد السويتش غتجيبو تا لحداهم، غتجيب اسيدي خيط من حداك من عندك وتجيبو تا لحداهم اسيدي، سواء كنتي تا في الويتيام وما في الدوزيام غتاخد الخيط ديالهم، ديك الساعة كل واحد غيجي الخيط ديالو غتجي القضية خفيفة وظريفة، فهمتوني الاخوان؟ وبالنسبة للكونيكسيون راه كتفرق، يعني داكشي اللي عند الاخر عند الاخر غتجي، هذا هو الفرق، غير هو فرق في الكاليتي ديال سميتو السويتشات هما اللي كتكون الفرق بيناتهم. اما الا كان عندك الفيبر اوبتيك كتخدم مزيان كتخدم مرتاح، يعني اللي كنت غتخدم مثلا تخلص مثلا 500 درهم والفوق يعني غتجيك مرتاح غتجي قل بالنسبه للناس، مثلا تجيك غير 100 درهم لواحد او 80 درهم ولا 30 درهم او لا، يعني بحكم مثلا انا كنهضر لك من المارشي عندنا حنا مثلا في السوق، يعني كيديروا هاد العمليه ديال الفيبر اوبتيك كتجي قضيه رخيصه، تقدر تجيك 30 درهم لواحد تقدر تجيك 50 درهم ومزيانه لك انت وعندك فيبر اوبتيك في الدار، يعني مزيانه لك، يعني حسن ما تخلص انا 500 درهم و 250 درهم او انت بوحدك وما مستافدش منها بزاف، فحسن كدير الطريقه، يعني نوصيكم الى عندكم الجيران او لا الخوت او لا هذه بزاف، يعني واحد فيكم يكون فيه يعني تكون الثقه واحد كيدخل وكتفرق مع بعضياتكم. والشيء اللي كاين الاخوان يعني كما قلت لكم كنحاول ان اي واحد اي حاجه كنستافدوا منها كامل، سواء كنت عارف او ما كنتيش عارف، هذا هو الشعار ديالي. المهم كنتمنى منكم انكم تدعمونا بالاشتراك ويعني شي كومونتير سواء سلبي راه غنستافد منه كان ايجابي راه غادي يشجعنا، وان شاء الله ما نبقاش عليكم باي حاجه بسيطه او لا هذا، وان شاء الله نستافدوا كاملين وتبارك الله عليكم ونهاركم بروك، والسلام عليكم ان شاء الله في موضوع اخر ان شاء الله واستفاده اخرى ان شاء الله باذن الله، تبارك الله عليكم الله يعاونكم.